نعطي فكرة عن ما يسمى عندهم التابوت، عشان يكون عندنا فكرة شوية. تابوت، هذا التابوت له قصص طويلة عندهم، وإيش عمل في الناس وإيش عمل في الأعداء. ولكن شو بيعني التابوت عندهم وما فيه من محتويات؟ بيعني إنه الله ساكن بينهم، الله حاضر عندهم، وبالتالي هو من أقدس المقدسات عند اليهود، اللي هو موضوع إيش؟ التابوت. موضوع التابوت من أقدس المقدسات. الآن طيب التابوت وين راح؟ إذن لاحظوا قصته، إنه موسى عليه السلام أمر بصناعته عشان يحتفظ فيه باللوحين، ثم كان يحتفظ في هذا التابوت ويحرس في خيمة الاجتماع، هم يتنقلوا ينقلوا معهم لحد ما داود عليه السلام أوجد مملكة، بنى الهيكل خصيصا وغرفة قدس الأقداس سليمان اللي كمل، وضع التابوت في هذا المكان، تمام. وكان التابوت لما في الحروب شو يعملوا؟ كان التابوت يتقدمهم، كان التابوت يتقدمهم يحمل، بس اللي بيحملوه كأنه بيحملهم هو التابوت. ولما يكون التابوت موجود معهم في المعارك يكونوا متفائلين بيش بالنصر. 586 قبل الميلاد بيجي نبوخذنصر، طبعا أجا أكثر من حملة نبوخذنصر، آخر حملة دمر ما يسمى بالهيكل وسب الشعب وقتل الملك اللي اسمه صدقية. المهم ضاع التابوت. هل لأنه أحرق نبوخذنصر أحرق؟ هل أحرق التابوت؟ هم بيقولوا إنه يبدو بقي عصتين بس، العصتين اللي بنحمل فيهن المذهبات. ثم من يومها وفي أساطير كثيرة شو بتقول، من يومها هم بيبحثوا عن التابوت. في منهم من يقول، وهذا الآن على فكرة بيعنينا شوي إحنا كفلسطينيين، في منهم من يقول التابوت هذا في ابن سليمان من زوجته بلقيس، هاي أثريته متزوجها وإحنا بجدارين، من زوجته بلقيس وبعطوه اسم طبعا، جاء من الحبشة، أبوه حاول يخليه في البلد هون قال لا بده يرجع فرجع، ثم كان في نوع من التآمر بينه وبين واحد تاني أخذ معه التابوت، وأول ما راح في التابوت على مصر. لذلك في منهم من يقول هو في مصر في الكنيسة الفلانية، في كنيسة القديسة مريم إلى آخره، في مصر في المكان الفلاني. في منهم من يقول لا أخذوا على الحبشة في مدينة أكسوم في أثيوبيا، أكسوم موجود التابوت. هذا أشهر إشي على فكرة، إنه ممكن موجود التابوت في مدينة أكسوم، في مدينة قديمة أثرية في الحبشة. في منهم من يقول لاحظوا لا هذا لا يزال في الأقصى في مكان ما مخبى تحت 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 في الأقصى، طبعا بحفروا هم شيك. منهم بقول لا 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 يبدو تحت الصخرة، بس هذه الصخرة شوفوا يعني بقدسوها المسلمين، هاي مشكلة مشكلة، لأنه مش رح نسمح لهم يفحصوا موجود ولا لا، طب طلع مش موجود يعني ندي لكم الصخرة يعني إلى آخره. طبعا نظريات، والنظريات هاي على فكرة حسب السياسة، حسب السياسة. إذا بدهم الساسة يبعدوا الموضوع ويبعدوا المشاكل بودوا على أثيوبيا، لأنه جاهزين، في كثير من علماء الآثار جاهزين، وفي كثير من الكذابين، في واحد قال لك أنا شفت التابوت، في بيكذبوا. الناس بيقولوا لا انحفر واندفن في مكان ما، في إيوين؟ في الأقصى. وأنا سبق قبل سنين طويلة أعطيت درس في المسجد الجديد، البيرة الجديد، حول التابوت زمان. واحد من الجالسين كان من القدس، يعني من الشباب الجالسين من القدس، يبدو لما رجع القدس كانوا بيحكي هيك في جلسة عن موضوع التابوت، والاختيار من اللي قاعدين اختيار مقدسي من القاعدين قال عجيب، قالوا له شو اللي عجيب؟ قال الأوصاف هاي اللي ذكرت في الدرس، أنا شفت التابوت زي هذا أيام الملك حسين لما كانوا يعملوا إصلاحات، ما هو الملك حسين عمل ترميمات في الأقصى في الستينات، في الستينات عملوا ترميمات في الأقصى والصخرة وتذهيبها وتفاصيلها كلها. ها قال العجيب إنه هذه الأوصاف التابوت اللي بتقولوا عنه إحنا شفنا منه وطلبوا منا نحفر ونحطه في محل معين، هذا أيام الأردن. يعني انتبهتوا شو القصد؟
يعني عاملين تابوت زيهم دافنينه وين؟ في الأقصى. طبعا كنت بتمر قديش من الستينات للآن؟ 50 سنة مثلا، مرت تمرق 50 بكرة 60 سنة بيطلعوا إشي أثري، وبجوز يكونوا أصلا جايبينه من خشب أثري عاملين شيك، يجيبوا خشب أثري والتفاصيل هيك. واليوم كيف بيعرفوا الناس؟ عن طريق مثلا الكربون 14 ممكن يعرفوا، فهم ممكن صنعوا من أصله بما يطابق الأوصاف بأشياء أثرية ودسوين في الصخرة مشان يجي اليوم المناسب اكتشفنا وهي التابوت، هاي التابوت. الزلمة بيقول لك أنا جابونا صندوق زي ما بتقولوا هذا الوصف، قالوا ندفنوه أثناء إيش الترميمات في منطقة الحرم القدس. تبعتوا كيف لما نقول الدين هذا الدين عندهم بروح وبيجي السياسة أول، الدين وسيلة. ولذلك هيرتزل كان ملحد لكن لا بيستخدم الدين من أجل أول رئيس وزراء ملحد بن غوريون علماني، بس إيه تجد أكثر كل رؤسائهم عبر العلمانيين. لكن لكن ممكن بقول لك منوظف الدين طالما الدين بيخدم السياسة، بيخدم السياسة فالأساطير. طيب أما هو أكيد التابوت خلاص انتهى، هو يعني خشب وعندنا كم سنة صارت المسألة وقضية نبوخذنصر وانتهى الموضوع وضاع وخلاص. بدك تلقى اليوم أنت، بدك تلقى اليوم أنت التابوت وانتهى الموضوع في قصة التابوت. هذه مسألة إذن لها علاقة بموضوع موسى وبتخصكم، وراح تسمعوا فيها كثير، راح تسمعوا فيها كثير. التابوت هم عندهم يعني بيحكوا فيه، بيحكوا دوره هون 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 الأخير بالقوة. وين بالقوة؟ محل ما دفنوه.